السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، ويسعد مساكم أينما كنتم. معاكم عايزة الحياة من الدنيا الفانية، ومتابعيني الكرام وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا بتشكر الناس، كل الناس الموجودة عندي، بس بنوه بس إن أنا إن شاء الله هفتح قناة، لأن القناة دي عندي مشكلة فيها. هفتح قناة بنفس الاسم بس إنجليش، يعني متجر النساء إنجليش إن شاء الله، وهنزل فيها وصفات من الف للياء كلها ان شاء الله متجربه ومضمونه. بنذكر الفوائد وبنذكر الاضرار وبنذكر استخدامات كل وصفه بامر الله تعالى. لما انزلها اكيد هسيبها مثبته في الكومنتات وكمان في الديسكريبشن ان شاء الله. ناس كتير جدا بيكون عندها الهالات السوداء مسبب لها ازعاج بشكل كبير وبتضايقها جدا جدا، مش حابه انها تعمل وصفات، او عملت وصفات كتير جدا وللاسف ما نجحتش معاها. النهارده ان شاء الله جاي لك بحاجه ب 12 جنيه. دي بكلين، دي لازقه من عند الصيدليه. تمام، بتروح للصيدليه تقول له لو سمحت انا عايزه لازقه، بيديكي دي بتفتحها، طبعا بتكون عباره عن لازقه بيضة. بتغسل اول المنخار كويس جدا جدا او مراخينك كويس جدا جدا، وبعد كده بتحطي عليها اللزقه وهي مبلوله ومراخينك فيها ميه عادي جدا، وبتسيبيها ربع ساعه، وبعد كده بتشيليها، بتكون مخلصاكي تماما تماما من الرؤوس السوداء او البثور السوداء. دي وصفه بتجيب من الاخر، ثمن اللزقه 12 جنيه. ان شاء الله تجيب معاكم نتيجه وتعجبكم. وزي ما قلت لكم انا حاليا بجهز للقناه الثانيه، فعشان كده انا بتاخر هنا عن الفيديوهات، بس ان شاء الله قدر المستطاع هنحاول ان احنا نوفق بين الاثنين. مجال الوصفات مجال جميل وكويس، المهم ان يكون الوصفه معاكي مضمونه وتجيب معاكي نتيجه. اتمنى ان القناه الجديده تنال اعجابكم وكمان تكونوا معايا هناك فيها. متابعينا الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.